Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss section 11.10 functional classification of dependent clauses. شوف عزيز طالب قبل في السكشنات السابقة شرحنا انه الكلاوزز تصنف الى ثلاثة معايير three criteria اما form او function or position اما على الموقع position او وظيفتها داخل الكلاوز او داخل الجملة او الفورم صيغتها كان تكون nominal تكون noun phrase verb phrase الاخر او الكلاوزز وانواعها الى اخره. هسه راح يصنف لنا الديبندنت كلاوزز يقول فانكشن ماي فانكشن يعني وظائفها قد تكون سبجكت اوبجكت كومبلمنت اور ادفيربيال لكن وين ان ذا سوبر اوردينيت كلاوز ومطيك هنا الانواع سبجكت ذات وي نيد مور اكويبمنت از اوبفيوس. شوف عزيزي الطالب از هي الفعل ما يسبقه هو الفاعل فهذه العباره كلها هي شنو ديبندنت كلاوز كلها جاية في وظيفة السبجكت. نجي للدايركت اوبجكت I هو السبجكت No هو الفيرب ما يأتي بعد الفيرب هو دايركت اوبجكت That she is pretty إلى آخره فيما يتعلق بالسبجكت كومبليمنت indirect object object complement يبقى قد يكون عندك ذني adjunct و disjunct و conjunct ذني هن شنو أريد من الطالب يرجع يبحثن بالنت ولو بالجوجل يشوف شنو تعريفن بشكل عام adjunct to disjunct to conjunct then they can be deleted or omitted or removed from the clause and they don't when you remove them they don't affect the structure of the clause the grammaticality the meaning يعني ما تأثر على المعنى ما تأثر على structure مثلا when we meet I shall explain everything احذفها هذه ما ممكن تأثر على قواعدية الجملة وعلى المعنى مالتها لكن هي شنو توضع لتبيان في الموضوع يعني لإضافة معلومات للجملة disjunct to be honest I have never liked him يعني لكي أكون صريحا معك لم أحبه أبدا ممكن تحذف to be honest ماكو بها إشكال فأنا أكون I have never liked him إلا إضافتها إلى الconjunct طبعا in addition they may function إنها وظائف أخرى as post modifiers or and or prepositional complement إلى آخره وراح نأخذهن بالتفصيل هذا فيما يتعلق شنو فيما يتعلق بالfunction classification ذن الأساسيات اللي هنا subject direct object subject complement indirect object object complement adjunct disjunct or conjunct كذلك قلنا post modifier و prepositional complement و adjectival complement يعني مثلا ready to act promptly يعني هي ready هي هنا الadjective لكن to act promptly هي شنو هي تكون اكمال الadjectival sentences. Thank you very much for your listening and good luck for you all.